بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الطالب، سندرس نتعرض اليوم للمحاضرة السابعة في مادة القانون الدستوري. وفي هذه المحاضرة أو ابتداء من هذه المحاضرة سندرس المحور الثالث من برنامج مادة القانون الدستوري. وهذا المحور الثالث نتعرض فيه للنظرية العامة للدساتير. وفي هذا المحور سندرس العناصر التالية في تعريف الدستور، أنواع الدساتير، طرق وضع الدساتير وإنهائها، وأخيرا موضوع الرقابة على دستورية القوانين. العنصر الأول إذن الذي سندرسه هو سيتمحور أو حول موضوع تعريف الدستور، لا ديفينيسيون دو لا كونستيتيوسيون. قلنا في خصائص الدولة أن الدولة هي شخص من أشخاص القانون، وهي شخص معنوي، أي شخص قانوني له حقوق وعليه التزامات وله ذمة مالية، أي أموال تسير بها الدولة. فيترتب على تمتع الدولة بالشخصية المعنوية ضرورة وجود قانون أساسي لها، ويتمثل القانون الأساسي للدولة في دستورها. نحن نعلم أن لكل أشخاص المعنوية عندها قانون أساسي، إذن القانون الأساسي للدولة هو الدستور. فللدولة يجب أن تتمتع ببعض المؤسسات للقيام بوظائفها، التي بدونها لا وجود لهذه الدولة، لهذا الشخص المعنوي. ما هو الأساس الذي يمنح للدولة هذه المؤسسات؟ هو قانونها الأساسي، أي الدستور. بالتالي لا يوجد دولة بدون دستور، لا يمكن تصور دولة بدون هذا الأساس، بدون هذا القانون الأساسي الذي سيحدد شخصية هذه الدولة، المؤسسات هذه الدولة، وظائف هذه المؤسسات، ويحدد أيضا حقوق وحريات الأفراد. فمصطلح الدستور لا كونستيتيوسيون يعني التأسيس أو النظام القانوني الأساسي. فالدستور هو نظام، سلو ستاتو دو ليتا، هو نظام الدولة. فمن ناحية اللغوية، الدستور يعني مجموعة القواعد الأساسية التي تبين كيفية تكوين وتنظيم الجماعة، كيفية تكوين وتنظيم الجماعة. ولكن لا يشترط في هذا الدستور أن يكون مكتوبا أو غير مكتوب، أي عرفي. لذلك فالدستور من الناحية اللغوية يمكن أن يحتوي على عدة معاني، المعنى الأول للدستور هو أن للدستور معنى سياسي. الدستور له أولا معنى سياسي. لماذا؟ فإذا انطلقنا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الذي صدر بعد الثورة الفرنسية سنة 1789، حدد شروط يجب أن تتوفر في الدستور، وتتمثل هذه الشروط في تكريس الدستور لحقوق الإنسان وضمان الحريات، إلى جانب ضرورة اعتناق مبدأ الفصل بين السلطات لكي لا تتداخل الاختصاصات فيما بينها، وذلك من أجل القضاء على السلطة المطلقة. وهذا ما جاء أساسا في المادة 16 من إعلان عالمي حقوق الإنسان والمواطن. بذلك نجد أن المعنى السياسي للدستور
يتمثل في كون الدستور هو الوثيقة التي تتناول كيفية تنظيم السلطة السياسية في الدولة على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، وتتضمن حقوق وحريات الأفراد وضمانات ممارستها باعتبارها قيود على سلطة الحكام، عليهم احترامها وعدم الاعتداء عليها. معناه أن المعنى السياسي للدستور قد حدد الضوابط الأساسية التي يجب أن تتضمنها أو يتضمنها هذا القانون الأساسي للدولة، لا سيما تنظيم السلطة السياسية وتحديد الحقوق والحريات وتحديد المؤسسات، ولا سيما وذلك باعتناق مبدأ الفصل بين السلطات. إذن المعنى السياسي للدستور ينظر إلى الدستور من جهة السياسية، أي من جهة تنظيم السلطة السياسية. إلى جانب المعنى السياسي للدستور، نجد أن للدستور أيضا هنا معنى قانوني، أي ننظر إليه من الجهة القانونية، بما أن قلنا أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة، هو النظام الأساسي للدولة. فبالتالي فنجد أن المعنى القانوني للدستور معناه أن الدستور هو مشروع مشتمل، فكل الأفراد بحاجة إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات فيما بينهم، كما أن الحكام عندما يمارسون وظائفهم واختصاصاتهم فلا يمارسونها كحقوق أو امتيازات شخصية، وإنما يمارسون اختصاصات ووظائف منظمة ومحددة بقواعد دستورية تستمد منها القواعد القانونية الأدنى منها وجودها وشرعيتها. فبالتالي فالدستور بالمعنى القانوني هو ذلك النظام الأساسي الذي ينظم علاقات الأفراد وينظم وظيفة الحكام وينظم ممارسة اختصاصات الحكام. فالمعنى القانوني للدستور معناه أنه هو القانون الأساسي الذي يحدد اختصاصات وحقوق كل من الأفراد من جهة، السلطات والحكام من جهة أخرى. فهذا فيما يخص معاني الدستور. الآن بما للدستور معاني وللدستور أيضا مفاهيم، فبما أن نقول أن الدستور هو النظام الأساسي للدولة وأن لا وجود لدولة بدون دستور، فلذلك نجد أن هذا المصطلح الدستور يتخذ مفهومين، مفهوم شكلي ومفهوم مادي أو موضوعي، مفهوم شكلي ومفهوم مادي أو موضوعي. لماذا؟ لأن قلنا أن لا وجود لدولة بدون دستور، إذن الدولة التي ليس لها دستور بمفهومها الشكلي لها دستور بمفهومها المادي أو الموضوعي. الآن ما معنى المفهوم الشكلي للدستور؟ المفهوم الشكلي للدستور معناه أن الدستور يأتي في الشكل وثيقة دستورية، وهذه الوثيقة توضع من طرف سلطة خاصة وهي السلطة التأسيسية، السلطة التأسيسية التي بمفهومها المعاصر هو الشعب. فإذا المفهوم الشكلي للدستور هو أنه هي مجموعة القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية، وتتميز هذه القواعد بسموها شكلا وموضوعا عن بقية القواعد القانونية الأخرى، بحيث توضع من طرف سلطة خاصة وهي السلطة التأسيسية، ولا يمكن تعديلها إلا باتباع إجراءات خاصة
أكثر تعقيداً من تلك الإجراءات المعتمدة في تعديل القوانين العادية. ففي أغلب الأحيان الدساتير الشكلية هي دساتير جامدة. إذن ما هي المحاور الأساسية لكي يكون الدستور هو دستور شكلي؟ أولاً يجب أن يكون هذا الدستور وارد في وثيقة دستورية، الوثيقة رسمية بعنوان دستور، وتوضع هذه الوثيقة من طرف سلطة خاصة وهي سلطة تأسيسية. وأن بما أنها توضع في وثيقة وأن قواعدها تتسم بسموها الشكلي والموضوعي عن القواعد القانونية العادية، فإن لتعديل هذه القواعد يجب اتباع إجراءات خاصة أكثر تعقيداً ومن إجراءات تعديل القانون العادي. بما أنه وضع من طرف سلطة تأسيسية أي الشعب في المفهوم المعاصر، فإن تعديله أيضاً سيتخذ إجراءات خاصة مختلفة عن إجراءات تعديل القانون العادي. فالدساتير الشكلية تعرف بالنظر إلى شكلها، أي شكلها أي أنها صدرت في وثيقة رسمية بعنوان الدستور. مثلا الدستور الجزائري لسنة 1996 صدر في وثيقة دستورية رسمية بعنوان الدستور الجزائري لسنة 1996. إذن تعرف بالنظر إلى شكلها والإجراءات التي تتبع عند وضعها، والسلطة التي تختص بذلك أي السلطة التأسيسية بنوعيها الأصلية والفرعية. إذن هذه الدساتير الشكلية كيف نميزها؟ أولا بشكلها صادرة في وثيقة رسمية، وبالنظر إلى الإجراءات التي تتبع عند وضعها وعند تعديلها. إذن قلنا بأن الدساتير الشكلية توضع من طرف السلطة التأسيسية، وقلنا بأن هذه السلطة التأسيسية تنقسم إلى سلطة تأسيسية أصلية وسلطة تأسيسية فرعية أو ما يسمى بالسلطة التأسيسية المنشأة. أولا ما معنى السلطة التأسيسية الأصلية؟ أو من هي صاحبة السلطة التأسيسية الأصلية؟ Le pouvoir constituant original. السلطة التأسيسية الأصلية هي السلطة التي تتولى إنشاء ووضع الدستور. فالسلطة التي تتولى أو هي التي هي صاحبة السيادة العليا في الدولة هي التي تملك السلطة التأسيسية الأصلية. فصاحب السلطة التأسيسية الأصلية يختلف من في الأنظمة القديمة وفي الأنظمة الديمقراطية الحالية. ففي الأنظمة الملكية المطلقة اللي سادت في القرون الوسطى والقديمة، فإن الشخص الملك كفرد هو صاحب السيادة العليا، بالتالي هو الذي يملك إذن ما يسمى بالسلطة التأسيسية الأصلية، كما رأينا في من هو صاحب السيادة في الدولة. في القديم كان الملوك هم صاحب السيادة في الدولة، إذن هم صاحب السلطة التأسيسية الأصلية. وحاليا تغير الوضع. فإذا بعد تطور وظهور الأنظمة الديمقراطية رأينا بأن صاحب السيادة في الدولة تغير، فأصبحت نظريات الديمقراطية تنادي مبدأ سيادة الشعب أو بمبدأ سيادة الأمة. فبالتالي فإن الشعب أو الأمة هو الذي يملك السلطة التأسيسية الأصلية. بالتالي نجد أن في الأنظمة في الديمقراطيات الحالية فإن الشعب هو وحده صاحب الحق
في وضع الدستور باعتباره وصاحب السلطة التأسيسية الأصلية بالكامل. إذن من هنا نستنتج أن من يملك السيادة هو الذي يملك السلطة التأسيسية الأصلية. ففي الأنظمة القديمة صاحب السيادة هو الملك، إذن كان هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية. لكن بعد التطور وبظهور نظام الأنظمة الديمقراطية أصبح السيادة للشعب، فبالتالي أصبح الشعب وصاحب السلطة التأسيسية الأصلية بما أنه هو صاحب السيادة. والسلطة التأسيسية الأصلية تختص اختصاصا أصليا وأصيلا بوضع دستور كامل وجديد، أي أن هي التي تتدخل في وضع الدستور. حتى ولو لم تكن هي التي تصيغ الدستور كما سنراه في طرق وضع الدساتير، لكنها هي التي توافق أو ترفض مشروع ذلك الدستور. إذن صاحبة السلطة التأسيسية الأصلية مهمتها واختصاصها وضع دستور كامل وجديد. إلى جانب السلطة التأسيسية الأصلية توجد سلطة تسمى بالسلطة التأسيسية المنشأة أو الفرعية، le pouvoir constituant constitué. والسلطة التأسيسية المنشأة هي السلطة المنشأة بموجب الدستور، أي أن الدستور في داخله هو الذي ينظم هذه السلطة التأسيسية المنشأة. فتكون اختصاصاتها ليس وضع دستور كامل وجديد كما هو في السلطة التأسيسية الأصلية، لكن اختصاصها محدود الإطار، يقف عند حد تعديل بعض مواد الدستور القائم. فالسلطة التأسيسية المنشأة إذن تتقيد عند تعديلها للدستور بالإجراءات التي أوجبها الدستور لتعديله. إذن السلطة التأسيسية المنشأة أو الفرعية هي السلطة التي ينشئها الدستور في داخله ويمنح لها مهمة تعديل بعض مواد الدستور، وهذا سنراه بتفصيل وكمثال في مراحل تعديل الدستور الجزائري الحالي، أي دستور 1996 المعدل والمتمم. وسنتعرض لمن هي السلطة التأسيسية المنشأة في هذا الدستور، وما هي إجراءات التي أوجبها الدستور 1996 لتعديله. لكن نلاحظ أن إذا أخذنا بالمفهوم الشكلي للدستور فقط، هذا لا يتماشى مع الواقع، لأن بما أن المفهوم الشكلي للدستور هو ذلك الدستور الذي في وثيقة رسمية مكتوبة، هو إنكار، إن الأخذ بالمفهوم الشكلي فقط هو إنكار للدساتير العرفية، لأن الدستور العرفي هو قواعد عرفية غير مدونة وغير مكتوبة في وثيقة رسمية اسمها الدستور. فأمثلة الدستور العرفي وإنجلترا. لذلك نجد أن جانب أن للدستور مفهومين، مفهوم شكلي وهو الأكثر انتشارا في العالم، لكن يأخذ الدستور أيضا مفهوم آخر وهو المفهوم الموضوعي أو المادي للدستور. إذن إلى جانب المفهوم الشكلي يوجد مفهوم مادي للدستور. المفهوم المادي للدستور هنا معناه أن الدستور لا يعرف هنا
بناء على معياره الشكلي، أي مكتوب في وثيقة رسمية، بل بناء على المعيار المادي أو الموضوعي، فهو مجموعة القواعد القانونية مهما تكن طبيعتها وشكلها متعلقة بممارسة السلطة السياسية، حيث تحدد شكل الدولة، طبيعة النظام السياسي، وحقوق وحريات الأفراد وضماناتها. المفهوم الموضوعي أو المادي للدستور هو أنها قواعد قانونية تتعلق بسلطة سياسية، قد تحدد حقوق وحريات الأفراد، لكنها لا تدرج في وثيقة رسمية بعنوان الدستور. فبالتالي، فالمفهوم الموضوعي أو المادي للدستور قد تكون قواعده مكتوبة، ولكن قد تكون عرفية، قد تكون واردة في وثيقة دستورية أو في نصوص قانونية أخرى. المفهوم المادي للدستور معناه أيضا هو مجموعة قواعد قانونية تتعلق بالسلطة السياسية بغض النظر عن شكلها، مكتوبة أو عرفية، لكنها لا توجد في وثيقة رسمية بعنوان الدستور، ولا توضع من طرف سلطة تأسيسية أصلية، ولا توضع من طرف سلطة تأسيسية أصلية. المهم أنها قواعد تتعلق بممارسة السلطة السياسية. وإذا أخذنا بالتجربة الجزائرية، نجد أن الجزائر عرفت دساتير شكلية وعرفت دساتير بالمفهوم المادي أو الموضوعي. فالجزائر عرفت أربع دساتير شكلية، وهو دستور 1963، دستور 1976، دستور 1989، دستور 1996، أي دساتير صادرة في وثيقة رسمية من طرف السلطة التأسيسية الأصلية، أي الشعب. لكن نجد أن الجزائر عرفت دساتير مادية كثيرة وامتدت لمدة زمنية طويلة. أول تجربة دستورية في الجزائر هي دستور مادي والخاص بمؤسسات تاع سبتمبر 1962، قبل وضع أول دستور شكلي للجزائر وهو دستور 63. إذن نجد أن المرحلة بين الاستقلال إلى غاية 10 سبتمبر 63، فإن يوجد هناك دستور مادي هو الذي بين السلطة في الجزائر وحدد طبيعة هذه السلطة. كما عرفت الجزائر دستور مادي آخر، وهو أمر 10 جويلية 65، بعد حركة أو انقلاب 19 جوان 65، الذي أوقف العمل بدستور 63 وأسس ما يسمى بمجلس الثورة. فنجد أن أمر 10 جويلية 65 هو الذي نظم السلطة في الجزائر إلى غاية صدور دستور نوفمبر 1976، إذن تقريبا 11 سنة. ثم صدر أيضا دستور مادي ثالث في الجزائر، وذلك بعد إيقاف المسار الانتخابي في جوفيي 1992، وبالتالي صدر إعلان من مجلس الأعلى للأمن، وفي 94 أيضا دستور مادي آخر يتمثل في أرضية الوفاق الوطني. وسادت هذه النصوص ونظمت السلطة إلى غاية صدور دستور شكلي رابع، وهو دستور 1996. إذن هذا فيما يخص تعريف الدستور، فيما يخص موضوع تعريف الدستور. وقلنا بأن للدستور معنى سياسي ومعنى قانوني، وللدستور أيضا مفهومين، مفهوم مادي ومفهوم موضوعي، حيث مفهوم شكلي ومفهوم موضوعي،
وذلك لكي نجد بأن لا يمكن، أو للإجابة عن السؤال، لا يمكن أن نجد دولة بدون دستور. ففي غياب دستور شكلي هناك دستور مادي منظم السلطة في الدولة ويبين وجود تلك الدولة. وشكراً.